أخبار اليوم. الحين والمطرب محمد منعم أهلا بيك معنا في أخبار اليوم. أهلا بيك فندم. أهلا بيك. كلمنا النهاردة عن تكريمك وفي الحمد لله أنا فرحان أنا مع أخواتي ومع أصحابي كلهم وفرحان بالتكريم وفرحان كمان بأخواتي اللي متكرمين أمينة ومحمود الليسي وزهم باجت أمر وزريد سعد فتا وأحمد جمال ومحمد رشاد فرحان بيهم والله. محمد كلمنا النهاردة يعني أنت ألحانك تميزت يعني فيها شعب شوية وفيها شقاوة شوية يعني لحنت المطربين كتير وغنيت كمان دلوقتي الحمد لله الحمد لله. فتبع تعالى مع بعضيك هو حبايب لا مش معايا تعالى تحلل أستاذة دي أنا فرحان أن أنا بحضر تكريمها لأن دي قلبي ونجاحي الجيل ده وحشنا من زمان جيل مش هتعود أمينة أهلا بيكوا كلمينا عن تكريمك النهارده. أنا سعيدة النهارده إن أنا أخدت أفضل مطربة شعبية ميما ميدل إيست وبحترم فكرة جمهوري لأن الموضوع فوت جمهور اللي حطني دلوقتي في مسؤولية تانية وحط على عاتقي مسؤولية تانية إن أنا لو أنا بخلي بالي فخلي بالي مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر الجمهور ده وإن أنا أبقى تحت حسن ظنه على طول.